واليوم الجزائريين والجزائريات بالملايين نزلوا للشارع بصريح العبارة، طلبوا شيء واحد وهو رحيل النظام. رحيل النظام احنا من باب المسؤولية، من باب احترام لتضحية الشهداء اللي ماتوا من أجل الجزائر. احنا ما حبيناش انهيار الدولة، باسكو هما حبوا يناوروا ويخلطوا المصطلحات ويقولوا للناس باللي رحيل تاع النظام هو يعني هو قد يكون خوف من انهيار الدولة. لا لا، احنا نحترم الدولة، نحترم الإدارة، نحترم المؤسسات الأمنية. هذه المؤسسات لازم تبقى، لازم تسمع للشارع، لازم تنسجم مع الشارع. أكيد أنه هذا الحراك يبقى بسلميته، يبقى بهذا التنظيم الذي جعل الجزائريين متضامنين متعايشين من بعضهم البعض، ولكن أن تكون قيادة لحراك ثم تراوغ بهم السلطة، تغررهم السلطة كما عشنا تجارب سابقة. لا، أولوية الحراك اليوم هو الرحيل. عندما ترحل العصابة، عندما يرحل النظام، هذا الشباب، هذا الشارع على مقدرة أن يبدع بآليات سياسية. حتى هناك تجارب، هناك نخب، هناك سياسيين، كل واحد منا يجيب إضافة للشارع. وفي آخر المطاف احنا اليوم أسسنا 4 مرات، بينا للعالم بأن ما تقوم به الشباب هو تأسيس لجمهورية يحكم فيها الجمهور. كنا جمهورية بدون جمهور، اليوم أصبحنا جمهورية يحكم فيه فخامته الشعب.